ام فهد؟ اي ام فهد. عسى ما شرش فيك. حصة ولدي فهد ترك الديرة وسافر. شنو؟ ان شاء الله بيرجع، بس شلون سافر؟ طلب مني اني اجيهني واخطب لحية، وانا رفضت، بس ما توقعت انه يترك الديرة ويسافر. يعني مثل ما توقعت هي. شنو؟ يعني هي ما تدري؟ لا، هي ما تدري. يعني حتى هي ما تدري؟ دبريني يا حصة، أبي ولدي يرد الديرة. إن شاء الله راح يرد الديرة، بس خلي أعصابه تهدى شوي ويروح عن الزعل وراح يرجع وتقرع عينك. فرصتك كان إيتك بريولي، تشمتي على راحتك. الظاهر احنا قسينا على هالولد وايد، بس اذا ردته علشان يبي يتزوج هي انا موافقه. الله يخليك، انا متاكده انه راح يتصل على هي. قولوا له ان امك موافقه، حتى ابوك موافق، بس ارجع الديره. إن شاء الله حبيبتي راح نقول له وراح يرجع. خلينا نجيب له شيء تشربينه. صدقيني يا يما، أنا لو أعرف أي شيء عن فهد كان بنفسي دقيت عليه وبلغته. مو هي اللي تسمع خالتي أم فهد تبكي عندنا وتسكت. أنا عقب الموقف اللي قلتي لي إياه حتى قلبي عورني عليها، نسيت هي سوت وبنتها حتى عمي. حتى أنا. أنتِ لو شايفة حالة وسمية لما جت البيت، صدقيني قلبك بيتقطع عليها. يما لا تحاتين، إن شاء الله إذا فهد اتصل علي أنا ببلغه. وين بتروحين؟ بروح داري أرتاح شوي. زين والغدا؟ ماني مشتهية عقب اللي قلتي لي. زين لا تروحين، ريحي يما. ما يخالف، خليني أروح أرتاح لأن عقب عندي تدريب. زين لا تروحين تدريب اليوم، ارتاحي. ما يصير، ما بقى شيء على البطولة والمنتخب كله معتمد علي، وانتي تدرين ان انا عندي هدف ارفع اسم الكويت باذن الله. الله يوفقك يا يمه. امين. انا اذنك.